إطار ما تقوم به قناة النهضة من دور تنويري ودور تربوي لخدمة هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير، نلتقيكم مع شاعر وناقد وإعلامي كبير، نلتقيه في قناة النهضة كضيف وهو صاحب بيت. نلتقي بالدكتور علي عفيفي، مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ إبراهيم. في البداية دكتور علي، من الناحية الأكاديمية أنت درست الرواية وأتيحت لك فرصة التدريس سابقا، فمن خلال هذه الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها والتي أكسبتها لغيرك، حدثنا عن رؤيتك للرواية العربية في ذلك الوقت. هذا سؤال كبير، كبير علي وكبير على الوقت، لأنه من الذي يحيط أو يمكن أن يحيط بالرواية العربية كلها أو كلها؟ عندما نتحدث عن الرواية العربية فنحن سنعود إلى، أنا شايف مثلا حاجة الحقيقة ما حدش بيقولها خالص، إنه الرواية العربية ستبدأ من القرآن عند العرب، وسيكون لهذه الرواية جذور وأصول في المشهد الشعري العربي، لأنه هي الرواية مجموعة من المشاهد بس بتترتب طبقا للحبكة الزمنية بطريقة معينة. فلو كلمت عن الشعر العربي هلاقي ان الشعر العربي فيه الشعر الملحمي، وهلاقي انه فيه المشهد الدرامي، وهلاقي فيه كل العناصر التي تشكل، هي مش بس الرواية، لا المشهد السينمائي كمان، يعني هلاقي فيه سيناريو موجود في الشعر العربي. وبالتالي من يتحدث عن غياب الرواية من التراث العربي ومن الفكر العربي أتصور أنه يتجاهل أشياء أساسية. الرواية مثلا لماذا عندما نتحدث عن الأسطورة، أو ليست الأسطورة شكلا من أشكال الرواية؟ والأسطورة ربما تكون أبعد بكتير من الشعر، أو بتكلم عن الشعر العربي، عن تاريخ الشعر العربي، هتكون موجودة في الثقافة اليونانية، هتكون موجودة في الثقافة الإغريقية، هتكون موجودة في ثقافات كثيرة. لكن لما نيجي للكتب المقدسة، لو بدأنا بالتوراة والإنجيل، مش هنلاقي في التوراة والإنجيل حكايات موجودة؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. القصص موجود في القرآن منذ البداية، قصص الأولين. لكن هو السؤال في تصوري هو ليه القصص؟ هو ما الذي نأخذه من القصص؟ ربما كان القرآن واضح جدا في هذه المسألة عندما يتحدث عن فكرة إن أنا بأعتبر مما أقرأه، مما أعرفه، يعني أنا بشوف حيوات بشر وفي انتقاء لحدث معين، لأن الرواية لا تتناول حياة الشخص من يوم ميلاده إلى يوم مماته، قد نبدأ مثلا من منتصف العمر، قد نبدأ من نهاية العمر، قد تبدأ الرواية مع نهاية عمر شخص معين، قد تأخذ مرحلة زمنية زي مثلا في حضرة المحترم هنشوف الشخص اللي هو لسه بيبدأ يشتغل وبنشوفه يوم ما بيخرج على المعاش، قد تكون الرواية مثلا هي لحظة معينة، قد تختصر الرواية أزمنة وتقفز في المونتاج زي مثلا في قصة سيدنا سليمان وبلقيس، ان انت هتنتقل ما بين مكان ومكان وما بين مشهد ومشهد في لحظة واحدة. وعلى فكرة ده سحر الفن المخرج اللي قاعد دلوقتي يستطيع ان ينتقل مني اليك بانه يدوس على الزرار، او انه المخرج السينمائي ينتقل من مكان الى مكان، كذلك الفنان والمبدع والكاتب والقاص والاديب والشاعر هو كمان يستطيع ان يفعل هذا، ان ينتقل بنا في الزمان وان ينتقل بنا في المكان وان ينتقل الى داخل الاشخاص عشان نتعرف على نفسياتهم ودواخلهم وتكوينهم العقلي والفكري والمنهجي والأيديولوجي. نعم. وكذلك أحيانا يستطيع أن يدخل إلى كل الشخصيات فنتعرف على صراعات الأشخاص ونتعرف على الخير وعلى الشر وعلى القبح وعلى الجمال. قد إذن أكون الرواية هي تصوير للحياة بكل أنماطها.
الحياه ما اقدرش اقول ان الروايه هي تصوير الحياه بكل انماطها بشكل مطلق، لان كده هبقى قلت ان الروايه واقعيه فقط. هذا ما تتحدث عنه هو جزء من الروايه، وده يمكن سيطر على الكتابه في الكتابات الاوروبيه في بداياتها، فكره الواقعيه انه، ويمكن ده برضو متصل بفكره الاحياء. يعني عندما نحاول ان نحيي ثقافه ونقيمها، فنحن نحاول ان نقرن او نحاول ان ناخذ من الواقع الى الادب ومن الادب الى الواقع، فيكون هناك تفاعل، لانه هو مفروض ان الادب لا يكون معزولا عن الواقع. الروايه اللي بتعلمني الاخلاق، الروايه اللي بتعلمني الالتزام، الروايه اللي بتعلمني قيمه الوقت، ايا ما كان القيمه اللي موجوده داخل الروايه، قيمه انسانيه او غيرها. لكن اليست هناك روايه لا تستفيد منها قيمه؟ ليس هناك ما لا تستفيد منه، ما دام خلق، ما دام وجد فسوف تستفيد منه. هقول لك ازاي. مره مثلا كنت بتكلم مع الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر رحمه الله، ولاول مره التقطت من هذا الشاعر الكبير جمله كانت بالنسبه لي مفتاح جميل جدا ولطيف جدا، لما اتكلم عن وظيفه المدح والذم. انا زمان كنا دايما، انت فاكر واحنا في المدارس، نقول اللي هو الذم والمدح وازاي هو بيمدح وبيمدح وياخد فلوس من الملك والامير والبتاع، فكنا بنتضايق من هذه التسميات مدح وذم. لكن هو قال لي حاجه شديده الجمال. قال ايه؟ نعم. قال لك في المدح هو يتحدث عن صفات لانسان، الصفات دي ممكن ما تبقاش موجوده. يعني هو بيقول لك اشجع انسان واحسن انسان واجمل انسان، ما يتمناه. تمام. نعم. قد تكون غير موجوده في الممدوح، وقد يكون ينافقه، يعني لانه امير او لانه ملك عشان هيديله قرشين في الاخر. تمام. لكن هذه الصفات تعلمني انا ان اكون مثلها. يعني هو بيتكلم عن الشجاعه، انا هنا هاخد قيمه الشجاعه بصرف النظر عن حقيقة الممدوح، حقيقة. نعم. الممدوح. نعم. لكن أنا هنا هعرف إن فكرة الشجاعة هي فكرة جميلة. الكرم، يبقى إذن الكرم جميل، كذلك الذم. فإذا كانت هناك صفات غير حميدة، غير محمودة، تمام، هذه الصفات يذكرها الشاعر عندما يذم آخر، وبالتالي علي أن أتجنب هذه الصفات. إذن هنا الأدب والشعر له وظيفة. نعم. تمام. وهنا بقت وظيفة إيه؟ أخلاقية. تمام. قد لا تكون دائما الوظيفة في الفن أخلاقية، لكنه أحيانا ما تكون هذه الوظيفة أخلاقية. أجد مفارقة، وأنت شاعر كما يقولون تجري ولا يجرى معك، ومع ذلك تتجه إلى دراسة الرواية، لماذا؟ ربما تكون الأشياء ما فيهاش اختيارات كبيرة، لكن طبعا أنا اخترت فن الرواية لأني لقيت بوضوح شديد أنه دراسات الرواية هي اللي بنسميها علم الناراتولوجي، هي دراسات وصلت إلى نتائج، الدراسات النقدية. وهذا يعني أن الشعر لم يتصل دراساته إلى نتائج؟ الشعر لا تستطيع أن تصل معه إلى نتائج نهائية، لأن الشعر مفتوح. الجملة الشعرية بطبيعتها هي جملة تحتمل تأويلات كثيرة. تمام. وهنا يعني ده مبحث آخر عندما نتحدث عن الثابت والمتحول في النص، إيه اللي في النص ثابت وإيه اللي ممكن يتغير، إيه اللي يحتمل دلالة واحدة وإيه اللي يحتمل عدة دلالات. في الشعر هلاقي أنه ما يحتمل دلالة واحدة قليل، بما أني بستخدم البلاغة، والبلاغة حمالة أو. تمام. جميل. في الرواية لا، لو أنا قلت أن من يجلس هنا الآن شخص أو شخصين، وسألتك كم واحد قاعدين هنا، قلت لي ثلاثة، يبقى في مشكلة، واحد فينا ممكن يبقى مجنون، لأنه شايف اللي قاعدين ثلاثة أو أعمى أو النظارة بتاعته فيها أو مشكلة، كاذب. أو كاذب. نعم. ماشي. وبالتالي هو سؤال يحتمل إجابة واحدة بس، أن اللي قاعدين اثنين. فالثوابت في الرواية ثم فكرة التأويل مش قابلة للتمدد كما هي في الشعر. الجهاز النقدي في الرواية اللي هو الإنجاز النقدي الغربي، طبعا لأن ليس لدينا كثير إنجاز بالنسبة لنقد الرواية. هذا ما أود أن أسأل حضرتك عنه، وهو ملاحقة النقد الروائي العربي لما هو موجود من روايات لدينا. وأنتم لديكم تجربة في الترجمة، ترجمة النقد الغربي. نعم. يعني نود أن
نرى الصورة التي تراها في ملاحقة النقد الروائي العربي لما هو موجود، هل هو يلاحقه بالفعل أم هو متأخر عنه؟ تعال نقول كده، هو احنا عندنا وظيفة نقد؟ خليني أبدأ كده. هل في الوطن العربي كله، مش في مصر بس، في كل الوطن العربي، هل في الكادر الحكومي في تونس ولا في الجزائر ولا في السعودية ولا في مصر وظيفة ناقد؟ الوظيفة دي لن تجدها إلا في صحف. حتى في المجلات الأدبية المصرية، يعني أنا راجل اشتغلت في مجلة فصول سكرتير تحرير، لم يكن لدينا في المجلة وظيفة ناقد، إنما أنت تعمل على أعمال نقاد، يعني أنت تنشر أعمال نقدية. بما أنه ليس، يعني حتى كمان في الجامعة الأستاذ اللي هو تخصصه مثلا هيبقى نقد قديم أو نقد حديث، ما بنسموهوش ناقد، بنسميه أستاذ جامعة. ما فيش وظيفة اسمها نقد، وما فيش إنسان هيحترف وظيفة إلا إذا كان يتكسب منها، لأنه هو هيقعد مثلا عشان يكتب مقالة 10 صفحات ولا 15 صفحة هيقعد له 6 أشهر. الست أشهر دول فصول كانت بتديله 200 جنيه. طب هيعيش في الشهر إزاي ب 20 جنيه من الفصول؟ ما ينفعش. إذن هو الناقد هو ناقد بطبيعة الحال غير محترف، لا يستطيع احتراف النقد. طيب هل لدينا كمان السؤال الثاني، عندنا نقاد مدججين بالمعرفة والموهبة النقدية يقدروا يلاحقوا هذا الكم من الإنتاج الروائي على مستوى الكم؟ لا، ما عندناش نقاد في الوطن العربي. مثلا لو قلنا ان انا عندي 20 30 40 روائي بيكتبوا كل سنه 70 80 روايه مثلا، يعني لو قلنا شخص هيكتب روايتين في سنه او روايه او كل سنتين ثلاثه، هنقول ان انتاج الروايه في الوطن العربي 50 60 روايه في السنه. هل انا عندي بقى نقاد بهذا العدد وبهذا النقاد بمعنى كلمه ناقد كبير يستطيع ان يقارب الروايه، يستطيع ان يقراها جيدا، يستطيع ان يعطينا لها منها، يستخرج منها أشياءها الثمينة؟ أنا بقول لا، ما عندناش. عشان لو سألتك أنا عندي كم ناقد رواية في مصر، هتلاقي نفسك في ورطة، لأنك هتلاقيهم 5 6 7 8 10. تمام، كيف لأمة، كيف عندنا كم جامعة، أنا مش عارف عددهم، 30 40 جامعة، ها، ولاقي إن اللي بيتكلموا في الرواية 10، أو اللي بيتكلموا في الشعر 15، أو اللي دارسين سينما 3، وهكذا. إذن نحن في ورطة نقدية، نحن ليس لدينا نقاد قادرين، مش من مستوى، مش المستوى المعرفي والمنهجي، لا أنا بتكلم هنا على حتى النقطة الأولى اللي هي الكم، عندنا مشكلة. دي في تصوري تشخيص سريع وإطاري كده، لكن مش هو التشخيص الكلي للمشكلة، لأن المشكلة لها جوانب أخرى. طيب على جانب الانتشار في الرواية، يعني أصبحت هناك جوائز للرواية العربية موجودة، وكأن هناك رغبة في أن يسحب البساط من تحت الشعر كما يقولون مثلا، هل هناك تعارض بين الفنون الأدبية؟ لا طبعا، ما فيش حاجة اسمها تعارض بين الفنون. والمقولات اللي هي من نوع زمن الرواية وزمن الشعر وزمن القصة والكلام ده، أنا بشوفها أنها مقولات إعلامية دعائية تسلط الضوء على قائلها، لأنه ليس هناك زمن لشيء. لو أن هذا الزمن هو زمن ثقافة ومعرفة وإبداع، هيبقى فيه شعر متجاور مع الرواية، متجاور مع المسرح. يعني مثلا لما نرجع للستينيات، طب ما أنا كان عندي نجيب محفوظ وجنبه يوسف إدريس، ده بيكتب قصة قصيرة وده بيكتب رواية، وجنبهم توفيق الحكيم بيكتب مسرح وكلهم كبار، وجنبهم صلاح عبد الصبور وعفيف مطر واحمد عبد المعطي حجازي وعدد كبير من الشعراء. وطبعا مش في مجال الحصر، لكن كلهم كبار، وجنبهم في نجوم اخرين من المبدعين في الاجناس الادبيه المختلفه. لماذا؟ لان هؤلاء كانوا قادمين من عهد سابق، كان يحترم المعرفه، كان يحترم التعليم، كان يحترم الثقافه، ومن ثم تعلم هؤلاء الاول ازاي يكلمه. يعني عفيف مطر كان بيكلمني وبيكلمك ويقول مثلا ان هو لانه كان فقيرا ومعهوش ثمن يشتري كتاب محمود حسن اسماعيل، فيجيب كراسه ويستلف الكتاب من حد ويقعد ينسخه عشان يبقى عنده ديوان محمود حسن اسماعيل. تمام، في حاله حتى الفقر المثقف الكبير يسعى الى المعرفه حتى ولو كان سوف يتكبد العناء. ففكره ان انا اتكلم عن زمن شعر او زمن روايه، أنا بشوف أن هذا كلام مغرض. الحقيقة أن هذا زمن تردي
في كل الفنون. لأنه لما أقول فين نجيب محفوظ بتاع سنة 2016، وفين كاتب فين إسماعيل عبد الحافظ بتاع مخرج 2016، ليه كل المسلسلات بتتعمل في رمضان بس، ما بتتعملش زي ما كان بيتعمل قبل كده طول السنة وكل يوم بتفرج على مسلسل في القناة الأولى أو الثانية؟ ليه توقفت القطاعات المنتجة للفن والأدب والمعرفة والثقافة زي قطاع الإنتاج وزي المركز القومي للسينما وزي غيرها؟ في مشكلة في الآلة الثقافية المصرية، في مشكلة وفي معضلة. كمان لما أرجع مثلا لجملة قيلت في عهد ما عن الحظيرة، فكرة تدجين الكاتب، ربط الكاتب بالمؤسسة التي ستمنحه المكافأة أو الجائزة، لأنك كنت بتتكلم عن الجوائز من شوية، فيتحول إبداعه إلى إبداع مدجن، ثم يتحول نظره إلى الجائزة وليس إلى الإبداع، وهذا لم يكن موجودا من قبل. هناك الكثير مشاكل، وكل كلمة في الجملة في اللي أنا قلته أتصور أنها تفتح بابا للنقاش حولها واسعا. باب النقاش هو باب عقلي وربط أفكار بما سيحدث. ننتقل من النقد إلى الشعر لنستمع إليك شاعرا، ولكن بعد الفاصل. عدنا إليكم بعد الفاصل مع الشاعر والناقد الكبير دكتور علي عفيفي، وكنا قد طلبنا منه قصيدة، نستمع معكم إلى هذه القصيدة من الشاعر علي عفيفي. في المرحلة الأخيرة أنا كتبت يمكن ديوانين بس، قد أكون توقفت مش عن الكتابة لكن توقفت عن حفظ الشعر، لكن هقول القصيدة اللي أنا حافظها هي لا تنسحب. لا تنسحب، جرب وغامر واغترب، واطحن مساءك في الليالي المقمرة، سيضيء حزنك في ليالي القاهرة. لا تنسحب، إن جاءك الموت اقترب، سيظل موتك ملتهب، ضاعت ملامحها على سطح المحيط، فاغرورقت عين الكواكب والشهب، واستسلمت للريح ذكراها وأحرقها اللهب. لم يبق منها غير حبك، كن لها وطنا وجادل من تولى أو هرب. لا تنسحب، عادت من المنفى المراكب، واستحم البحر في دمع الفرح، ووقفت ترقب بينما راح الجميع. لا وقت بالغك، استقر على جراحك واقترح زمنا جديدا، فالمسافة خطوة للحلم أو أدنى، فقاوم لا تغب. لا تنسحب، واذكر جراحك واشتعل ألما وغني. البحر مسألة بسيطة، جزء على سطح الخريطة، والقدس مسألة بسيطة، وجع على سطح الخريطة، والبحر مخلوق عميق، والقدس مشنقة تضيق. خلعت عيوني الفجر، وانصرف الفؤاد، وتبعثرت في التيه أعضاء البلاد. عار أنا كالسيف في ليل الهزيمة، عار ورقم تشردي شعب وأمة، متفرق جسدي على كل البقاع، وقد يضيع الحلم لو طال الضياع، فزملوا فزعي ولموا غربتي، ضاقت سماء الشرق وانكسر الشعاع. في كل طفل زهرة من نور، تنمو وتشرق مثلما تنمو الزهور. كانت لأمي بسمة تروي صبايا، وتزيح أستار السؤال فيرتوي عطش الحنايا، فالشمس تطلع من تراتيل المآذن، من حرير الفجر تطلع من جيوب الشرق تصعد. في كل طفل زهرة من نار، تنمو
وتشرق مثلما ينمو النهار، والشمس تطلع من جيوب الشرق تصعد فوق أعشاش العصافير الصغيرة والقباب، وفوق أحلام الليالي والعواصم لا تساوم، لا تبيع الدفء، لا تخفي الجرائم. كانت لأمي بسمة ضاعت ملامحها على سطح الخليج، وأنا عندي لثغرك بسمة، وإذا نطقت الحق أقرئك السلام. لا بدء يبقى لو دخلنا في مساحات الختام، عندي لليلك شمعتان وقنبلة، لا يأس في قلمي ولا حبري توضأ كي يصلي في مواقيت الهزيمة. ضداني نحن إذا قرأت الفاتحة في وقت إحكام الحصار. وعد لشاعرنا ألا ننسحب، ونعدكم جميعا في قناة النهضة أن نلتقي معه شاعرا وناقدا كبيرا، الشاعر الدكتور علي عفيفي. أنا اللي بشكرك كثيرا.